حكم بيتجاهل ضربه جزاء لإنبي والنتيجه 0-0 في مباراه الزمالك، وبرده ما حدش يقول لي النتيجه خلصت 4-1. ضربه الجزاء الصحيحه اللي ما اتحسبتش لإنبي كانت النتيجه 0-0. يعني لما فريق يتقدم إنبي، لما فريق يتقدم نشوف ايه التاثير. نشوف كابتن احمد الشناوي في اون سبورت شاف ضربه الجزاء التي لم تحتسب لإنبي في ماتش الزمالك والنتيجه 0-0. الحكم كان لازم يكون عنده حركه، يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده، يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا. المهم ان هو لازم يكون قريب في الحاله دي، لان الحاله بعد كده هتبين قد ايه المشكله اللي هو فقدانه للقراءه والتوقع. بص هنقف هنا، المسافه اكتر من 15 متر مخالفة. طبعا الحكم الاضافي يصعب عليه تحديد مخالفة هنا، لان الحكم بشكل بعيد خالص الناحية التانية ما يقدرش يحدد المخالفة من عدم. في الحالة هنا لما نشوفه في الاعادة هنلاقي ان جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم إنبي. هتبص للمهاجم بياخد الكرة وجنش بعد كده بيخبط رجله او بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب إنبي، ودي ركلة جزاء لم تحتسب. ليه؟ مش الحكم شافها وما حسبهاش. الحكم ما شافهاش لانه ما كانش عنده القراءه والتوقع للنكست فاز اوف بلاي اللي هو الشكل التالي للعب فين هيبقى. لازم يبقى قريب ويروح يشوفه عشان يقدر يحتسب. فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع جلش لطشه، هي لطشه طبعا سريعه وبتبقى صعبه، عشان كده الحكم لازم يكون قريب وشايفها. تعادل غير مستحق يهدى لبيراميدز، و إنبي يحرم من في مباراه الزمالك. ادي ده مش لطشه رجل ودفع بالكوع اهي والايد، ده الاثنين، ده الاثنين. ما فيش حاجه اسمها لا 15 متر ما يشوفش. يبقى انا مع الاستاذ السباعي، لازم يبقى فيه دكتور. اه عصام السباعي عايز دكتور عيون ومدلك ضمير. ومدلك ضمير هو اللي هو عايز بالكهرباء، صدمات الكهرباء. طيب شفنا ازاي اصله، يعني المساله الجواب بيتقري من عنوانه، الجواب بيتقري من عنوانه. شوارب انت عندك العنوان بتاع اللي الحقيقه انا لفتت نظري في السوشيال ميديا النهارده متداوله جدا، كلمه بليغه قوي، مش معناها كده، مش مطلوب مني اشرب ميه البحر كله عشان اعرف انه مالح، عشان اعرف انه مالح. بق واحد يكفي. فبالتالي هو الجواب بيتقال من عنوانه، هي دي: لا داعي لشرب البحر كله لنكتشف انه مالح. وكويس ان هي جايه على ظرف الجواب عشان تعرفوا الجواب بيتقال من عنوانه، مش محتاج استنى للاسبوع ال20 ولا الاسبوع ال30 في المسابقه عشان اعرف انه في مصيبه سوداء بتحاك في هذه المسابقه السنه دي. مش محتاج انتظر، مش محتاج اشرب البحر كله عشان اعرف انه مالح. بق واحد يكفي، العينات اللي انتوا شفتوها كافيه جدا. اللي حاصل من ابو خاطر مع ابراهيم نور الدين ومدلك الضمير اللي بيطالب بيه عصام السباعي، ده الطاقم بالكامل متفق على هذا الامر. عايزين تستنوا لغايه انت ازاي شفت احمر؟ انت في واحد اصفر ومغطيه واحد تاني، لا يمكن تشوف الاحمر من خلالهم. صحيح. حتى ازاي جالك ده بوكس عصام السباعي اهو جابه لك. اه بوكس ده جه في وش مين ده البوكس ده؟ في وش هذا الفساد بجد، في وش هذا الضمير اللي محتاج ضمير، محتاج مدلك يصحيه. تعال بقى شوف جاد جريشه في ماتش الاسماعيلي عمل ايه. وسعت لده وسعت لده، مش كده؟ اخنق في الاهلي بقى من اولها، اول ماتش مع الاسماعيلي. لا جهاد جريشه الحكم المونديالي اللي راجع الراجل من كاس العالم يلغي هذا الهدف. نفسي بقى ايه برضه نشوف الحكم نفس الشيء اهو جوه اللعبه، ما قالوش حاجه. يعني على فكره الحكم الخامس ده اتعمل عشان يعلم عليهم، عشان يكشفهم بالظبط. ده جابوا لنفسهم مصيبه، ده كانوا بيلاقوا حاجه يداروا فيها. اصل الزحمه قاموا السنه دي مستعينين بالحكم الخامس اللي ورا المرمى، فتبقى الكارثه السوداء ان هي قدام عينيه. بصوا بعدين ناطط قبل الثاني، ده ناطط قبليه، يعني اللي فيها جون يتلغي تحت مرمى وبصر وعناية ورعاية وحراسة الأفندي اللي ورا ده.
جهاد جريشة. ايه بقى اللي قبل كده؟ ايه بقى لغى جون للاهلي بحجه لمسه يد لعمرو جمال، وهي لمسه يد على لاعب الاسماعيلي كمان. أيوة يعني أيوة. يا تلغي وتدي ضربه جزاء تحتسب الجول. بص عشان ربنا ان الله لا يحب الفساد، صدق الله العظيم، ده قران. ربنا ما بيحبش لا الفساد ولا المفسدين الفاسدين، فتقوموا واقعين في شر اعمالهم سريعا تحصل نفس الغلطه في مباراه المصري فيتحسب، يتحسب نفس الجول في نفس اللحظه. اليوم فكرنا شوارب بمحمد معروف بيحسب هدف للمصري نفس اللقطه اللي اتحسبت اتلغت للاهلي، اهي ادي جول للمصري في ماتش المصري والاسماعيلي في الجونه طبق الاصل يتحسب، والحكم الرابع هي قدامه هي بس دي اوضح يعني وقع فيه وهو لدرجه ان كوف اتعور بالظبط. اهي 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 قافز عليه وجايب نفس يعني لو اتعادت هتلاقوا نفس القفزه بتاعت كوليبالي. يلا عرفتوا. وبعدين اخطاء تحكيم ماشي، قلنا المره دي هنشربها. بعد كل ده كان لازم المجلس الاداره يطلع البيان اللي بيقول خلاصه لاتحاد الكوره، يتحققوا في اللي حصل وتقولوا لنا اللي حصل ده حصل ليه، وتبعدوا هذه العناصر المتورطه بوضوح. يا اخي يتكتب لكم عيب، عيب ان يبقى في حد مش مظبوط، يا اما في موقف. الله، تعالى بقى تعالى الكل بيتطهر. تعالى لي بقى لابراهيم نور الدين كحاله فرديه، تذكر ماتش الفيصلي ولا والترجي كان اللي اتضرب فيه؟ ايوه عندكم اللقطه دي يا جماعه الفيصلي، هاتوا لنا ادي الاحداث. لا استنى بقى، شوف لي هو فين ابراهيم، فين ابراهيم في وسط القصه دي؟ نفس الحكم ابراهيم نور الدين، الحكم المصري بيتضرب من قدامه ومن ورا ومن تحت ومن فوق وبيجري وراه وكلنا زعلنا وكلنا اتضايقنا. يعني ده كان موقف عصيب وفعلا مهين جدا لفكره العداله بين البشر. بص الراجل جاي من فوق بيضربه ازاي؟ حكم مصري، مفيش حد في الملعب ما ضربوش، يضرب هنا من الفيصلي الاردني، مباراه في البطوله العربيه الفيصلي والترجي. بص يا استاذ ابراهيم، ابراهيم نور الدين كمل الماتش ده مش لغاه. وانا مندهش كيف واتته الشجاعه والجراه، لكن انا وصلت لتفسير حتى انا لما تشوف دي اللقطه ثانيه. واللعيبه والاداري ده في اداري كمان هيجي له دلوقتي يدي له بوكس. لسه بيضحك الراجل. بص ادي الروسيه وبيطبطب عليه، المصيبه انه بيضحك بعد العلقه اللي خدها، بياخد الروسيه او قبليها. وبعدين اسمع انا رايي حفاظا على ابراهيم نور الدين وحرصا على العروبه. ايوه قال كلام فارغ، واخد بالك ما يخش دماغ حد في الاعداديه. في راي ابراهيم بيه ان ابراهيم نور الدين انتهى اكلينيكيا من التحكيم. عارف الموت الاكلينيكي؟ ده انتهى اكلينيكيا من التحكيم. هو الموت الاكلينيكي بس عشان الناس ما بعضهم ما يعرفش، الموت الاكلينيكي ده ان المريض يبقى قلبه ينبض في حياه ولكن لا يسمع لا يرى لا يشعر لا يتكلم لا يتحرك، انتهى في وانا يا ريت برضه لو انت بقى شوارب عديك 10 على 10 بص بقى تجيب لي انا قلت ايه يوميها. دي حلقه كانت في 7 اغسطس 2017، يعني يا جماعه من سنه كامله لما ابراهيم نور الدين اعتدي عليه بهذا الاعتداء المهين جدا. المهين بس سيبكم، مش لكونه حتى حكم مصري، لكونه انسان يقبل هذا، يتعرض لكل هذه الاهانات والضرب ويكمل يمسك الصفار لا ويصفر. ساعتها تألمنا كلنا، والمهندس عدلي قال كلام مهم جدا من سنه فاتت في حق نفس الشخص ابراهيم نور الدين، نفتكر الكلام ده. ابراهيم نور الدين لن يستطيع ان يحكم مباراه بعد اليوم، خدها مني بقى.
هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هيقدر يبص اللاعب يقول له كده ايه؟ انت كنت بتشخط وتنطر وكانت الناس مصدقه ان انت عندك صلابه. شافتك وانت يا ريتك ما طلعت على وسائل الاعلام خلاص هنقول ان انت اتخذت وحسبتها بسرعه وقلت اما بوص الدنيا. لان كان اسهل حاجه تطرد الاداري ده. ايه المشكله اللي كنت طردت؟ انا مش فاهم ازاي ما طردتوش. الله يعني ايه المشكله؟ ايه حكايه بر الامان وام يعني ام يعني افرض ان انا طردته وراح الفيصلويه هيجين وضربين هيخسروا المباراه. ايه المشكله؟ انت عارف دي بتذكرني بايه؟ وبرضه عايز اتذكر ايه اللي حصل له في البطوله الافريقيه في انجولا. واحنا بنلعب الجزائر. كوفي ادو. مش كان اسمه كوفي ادو الحكم؟ وكان واحد من الحكام المرموقين جدا في افريقيا. لما الجون جري وطلع وضربه في صدره. بالروسيه. وبرضه كمل الماتش. الاتحاد الافريقي خلص عليه. شفته بعد كده بيحكم؟ طبعا شفته بعد كده بيحكم. لا. ليه؟ عشان قبل الاهانه. عشان كده يا جماعة يا كابتن عصام عبد الفتاح، عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، هذه اللجنة لو كانت أخذت موقف ينحاز لهيبة التحكيم ضد إبراهيم نور الدين صاحبكم صديقكم قريبكم فوق وراسي من فوق، بس الحكم رمز العدالة في الملعب، الإمبراطور سيد الملعب، لو قبل ان هو يهان بالشكل اللي حصل في مباراه الفيصلي ده ويعتدى عليه ويبرر ويضحك ويقول لك اصله عشان العروبه واصله عشان المناسبه واصله عشان الاشقاء، اشقاء ايه وعروبه ايه؟ اشقاء ايه قدام نموذج مسؤول عن العداله في الملعب يهان بكل هذه الافعال؟ عارف دي بتفكرني بنقطه ايه؟ الواحد ادى الثاني قلم فقال له بجد ولا بهزار؟ قال له بجد. لو افتكرته بهزار يقول لك شعوره يا راجل بلا تحكيم بلا بتاع. الواحد لما يحصل فيه حاجه زي كده خلاص انتهى، ما عرفش يصفر. انا برافو عليك. استنى بس، انا برافو عليك بس ان انت قلت ساعتها ده مش هينفع يحكم تاني. شوف بقى الاحداث اللي حصلت بعد كده. اللي حصل بعد كده من تهاون ومن ضعف مستوى ومن اي حاجه مصيبه سوداء، حسابات الكتيره اللي حصلت ديت خلت هذا الراجل اللي كان ممكن يكون الحكم الاول او كان في فتره من الفترات الحكم الاول مش واخد باله ان هو عمال يتراجع واستبعد من حكام النخبه الف في افريقيا وبقى شكلها وحش عشان قبلت حاجات زي كده. ماذا يضير العداله ان ما تطهرتش من هو؟ انتوا لازم تشطبوا الحكم الفاسد لو قبض؟ يعني هي الفكره البنكنوت بس؟ حكم لما ايه البنكنوت توصل؟ انت كده برأت يعني؟ هي دي الافعال فقط اللي ممكن تبطل بيها حكم؟ لكن حكم يقبل على نفسه كل هذه الاهانات بشكل او باخر لسبب او لاخر ملياش دعوه برضه بالاسباب، انا مش جاي التحقيق، لكن حد يقبل كل ده ويستمر ماسك صفاره ويبقى مسؤول عن العداله ومسؤول عن هيبه القانون كقانون ازاي؟ طيب مش بس الفيصل الاردني، ما هو بعديها بقى خلاص الدنيا. انا قلت لك انتهى اكلينيكيا، انتهكت ده في مالي بعديها. ده في مالي يا باشمهندس. اعتداء على ابراهيم نور الدين في مالي وموريتانيا يا كابتن عصام عبد الفتاح. القانون بيحافظ عليه رجال اقوياء اشداء، ابسط حاجه الحق ينحاز، لكن في البطل القوه بتروح. استاذ ابراهيم، ما هو انت لما تتكلم وتداري على حاجات فجاه بالمنظر ده، لا ما دي مش قوه. القوه انك انت تيجي ما تقبلش اهانات التحكيم، ها، من جوه التحكيم. سيبك من العناصر الخارجيه، ما انت بتتشطر عليها، بتوقف لك مدرب، بتوقف لك لعيب، بتوقف جمهور، بتفضي مدرجات. ساعات كان زمان بيفضوا مدرجات. صحيح. ابراهيم نور الدين هتشوفه وهو بيحتسب ضربه جزاء وهميه لايمن حفني في مباراه الزمالك والمصري اهي، عشان تشوفوا اللي بيقبل
انت قبلت الاهانات خلاص خلاص، ما يعني الاخطاء هتتوالى اهي. بصوا بقى بصوا بقى، شايفين ادي ايمن حفني الراجل بتاع المصري وفي نفس المباراه وبيقول له ما عملتش حاجه. اغفر الله العظيم يا رب. اهي اهي وبيصفر ويحسب له ضربه جزاء. في القانون يقول لك اللاعب اللي بيمنع هجمه واعده، واعده بمعنى انه كانت فيها فرصه لاحراز الهدف وهو اخر لاعب، يطرد كارت احمر لو ارتكب خطا وهو ما فيهوش بعد منه حاجه. طيب عمر جابر بيشيل بايده كوره من على خط المرمى يعني داخله جون، لو ما شالهاش بايده جون، ما فيش وراها اي حد. الراجل ده ما طردهوش. شوفوا مش بقى هيقدر. شوفوا اغتيال القانون اهو. طيب اللي شادي محمد ده اخر لاعب، كابتن شادي محمد اتطرد في ماتش الاسماعيلي بتاع 4-4 بسببها. اتفضلوا ادي عمر جابر وخسرنا مباراه البرازيل في القارات صحيح بسبب تطبيق قانون ده. انت احتسبت ضربه جزاء، ما هي ديت ده قانون زينب، انت بتفصل وبتطبق براحتك يا عم. في قانون احترمه طبقه. يقول لك الراجل حسبت لهم كفايه كده، كفايه ان انا لا انت حسبته ما حسبته نص القرار. الاهلي خرج من كاس مصر ساعه السنه الاسيوطي بكره زي دي. اه ها لم تحتسب للاهلي. طيب بس تتشطر على مشجع فجاه تلاقي الكابتن ابراهيم نور الدين قال ايه، اتضايق من مشجع قاعد في الدرجه الثانيه فيطلب انه يطرد من الملعب. ما هي خلاص اطلع بره اهو. لا لا والله لا لا، انت حمش قوي خوفتني والله بجد. اطلع بره. الراجل يقظ وصاحي لمشجع، برافو عليك. بس انا عايزك كده على طول. ده في ماتش ايه بقى؟ الاولمبو بلدية المحل. بلدية المحل وهتلاقي ده واحد من بلدية المحل. اه يعني مشجع من بلدية المحلة ولا من الاولمبي تطرده وحمش قوي، لكن لما طارق حامد لاعب الزمالك يتهور عليك يا كابتن ابراهيم ما تعملش حاجة. انا عايزك ذكر على طول انت كنت حمش قوي. فين فين بتاع شيكابالا؟ اهي شيكابالا يا اخوانا، شيكابالا اللي بقى يبوس ويطبطب عليه، ده في صوره بيبوس شيكابالا. بص نفس البتاع بيقرب من دماغه، من دماغه نفس الفكره. عشان كده احنا بدانا الحلقه بالمناسبه، بص ايده انه تجرؤ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي عليه قلنا له غلط، كان لازم تطرده. انا قلت كان لازم تطرده. بص بيزق اهو بايده. وادي شيكابالا، وادي شيكابالا. هتقول لنا بقى انا عايز اعرف بقى ايه حوار الايد مع اللعيبه؟ لا ده كان بيطرد، ده كان شيكابالا بيتهجم عليه. اه واخد بالك؟ وفي الموقف يعني كان لازم يجي على قد بعضه. والحوار ونفس الحكايه، مدد ايده في صدر الشناوي برضه امبارح. لا مش مسموح لك ولا مقبول ان انت تتعامل مع اللعيبه بايدك، لا دلع ولا طبطبه ولا حتى زق اللي حصل امبارح مع الشناوي. الشناوي كان لازم يطرد. استاذ ابراهيم لا يمكن هيقدر. اهو اتفضل ادي لقطه الشناوي اهو. حاسس انه عامل حاجه، واحد حاسس انه عامل عامله قبليها. وايمن حفني في احتجاجه برضه ضد ابراهيم نور الدين. ما احنا ما هو الاحداث بتفسر بعضيها. اللي حصل امبارح ده ما اتولدش بين يوم وليله، ده مش اسم فجأة خالص، دي شخصيه تكونت اهو. نفس الفكر اهو. عشان كده مع كل هذه المهازل اللي حدثت هأعيد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي